انا دنيا فريده عبد الله، عندي 16 سنه ولستم سوهاج من محافظه الشرقيه. الفكره جات لي من وانا في 6 ابتدائي، كنت بحب الرسم وكنت برسم اي حاجه بشوفها. فبدات اول حاجه رسمت كمبيوتر عادي، وبعد كده فكرت ان هو ليه ما طوروش وتبقى حاجه بتفيد المجتمع. فلقيت ان فئه سم البق مكفوفين دول اكتر فئه اللي هو مش الناس مهتميه بيهم قوي او مش ليهم اختراعات كتير. ففكرت ان انا اعمل حاجه تفيدهم. ده الماكيت للابتكار بتاعي اللي هو كمبيوتر دبل فيس. دي الشاشه دي بتتكون من فرام اسود وفي من جواها لوح زجاجي شفاف مضاد للحراره. يوجد على اربع جوانب الشاشه اللي هو اربع اجهزه ليزر من اشباه الموصلات اللي هو بيكون الشاشه. الشكل ده من هنا، ده هنا الشاشه وهي مقفوله. الناحيه الثانيه انا مثلت الاشعه الليزر بالخيط ده، الناحيه الثانيه الخيط ده دي المفروض الشاشه وهي مفتوحه. الشاشه دي الكمبيوتر ده بيفيد سم البق المكفوفين. المكفوف بيبدا يستخدمه ازاي؟ عن طريق ان بيبدا يستخدم الميكروفون ده ويبدا يقول مثلا اللي هو عايز ايه، مثلا يبحث عن جوجل، يجيب قصه، كل الكلام ده كله. يبدا يتكلم في الميكروفون، يبدا الميكروفون ده يبعت اشارات للريسبيري باي. الريسبيري باي دي اللي هي وحده التحكم، تبدا تترجم الاشارات دي وتبدا تعرض النتائج عن طريق السماعات اللي بتبقى موجوده على جوانب الشاشه. فاكيد ان انا كده بتكلم مع الكمبيوتر والكمبيوتر بيرد عليا، فانا كده سهلت عمليه استخدام المكفوف للتكنولوجيا. كمان هنا بتبقى فيه كاميرا بتفيد السم والبكم عن طريق لغه الاشاره. هو مثلا يقف قدام الكاميرا ويبدا مثلا يعمل لغات الاشاره لو عايز يترجمها، او مثلا لو مثلا كاتب قصه فعايز يترجمها بايده يبدا يقف قدام الكاميرا ويعمل لغه الاشاره دي بايده، وتبدا الكاميرا دي احنا عم بتاخد الاشارات دي، احنا مدخلينها بيانات داتا لكل لغات الاشاره، فهي بتبدا تقارن تطابقها وتشوف نسبه التطابق بالنسبه للداتا اللي احنا مدخلينها لها، او ونسبه التطابق بين الشخص اللي هو بيعمل الاشاره دي. انا بوصله لمرحله متقدمه في البحث، ففعلا مفيش حاجه مستحيل. هو انا دي حاجه يعني دي رسالتي لكل الناس، ان محدش ييأس، ما حد يقول لك كلمه تحبطك، خليك انت مكمل واسعى، ربنا هيجازيك على قد اللي انت بتعمله يعني.